احتفالات حاشدة تعم مدن ما يعرف بجمهورية أرض الصومال إحياء لذكرى الانفصال.
احتفالات هذه السنة تميزت بمراسم احتفالية كبيرة شاركت فيها جميع المؤسسات الحكومية وقوات الأمن والجيش، إظهارا ربما ما تتمتع به البلاد من الاستقرار مقارنة ببقية الصومال الذي تمزقه النزاعات. هي مناسبة يراها الشماليون أنها تستحق الاحتفال والابتهاج، كونها أنهت سنوات طويلة يقولون إنهم عانوا فيها من كل صنوف القمع والظلم بيد النظام الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل سياد بري.